السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى السلامة دائما للجميع. أخيرا يا أخوان وصلتني طائرة دي جي آي أف بي في. هاي الطائرة اللي كنت أنا أتمنى إنه شركة دي جي آي تصنع زيها، طائرة سريعة جدا جدا جدا. طبعا إحنا عنا طائرة السرعة لكن تجميع، والتجميع طبعا يا اخوان ما بكون يعني ناجح مثل لما تعمله الشركة. جبنا طائرات سرعة كثير، جمعناها كانت تطير وننجح فيها، لكن بصراحة كان يصير فيها مشاكل وكانت تسقط وتتكسر. يعني اخر طائرة شفته صورنا مرة اللي هي سريعة تجميع، جمعناها وكلفتنا، لكن مش مثل الطائرة هاي او مثل اللي بتصنعها الشركة. طيب طبعا هاي الطائرة يا اخوان سريعة جدا، بتنطلق بسرعة رهيبة، يعني من سرعة 0 ل 100 تطلع في فترة ثانيتين. عارفين شو يعني ثانيتين؟ يعني ما في مثلا ولا سيارة، حتى لو كانت السيارة قوة 800 حصان و1000 حصان، ما اعتقد انه تطلع من 0 ل 100 بثانيتين. يعني رح نعمل ان شاء الله بعد هذا الفيديو مباشرة رح نعمل لكم فيديو سباق، رح نتسابق أنا وإبراهيم، هو بالطائرة وأنا بالجيب، نشوف هل مزبوط الطائرة بتطلع بهاي السرعة ولا لا. طبعا رح نفتح الكرتونة ونشوف. طبعا أول واحد عنا وصلتني الطائرة هاي، أنا رح نفتحها. من المكان الصحيح. طبعا انا كنت اتمنى انه تصنع دي جي اي طائرات سريعة جدا. طبعا شكل الطائرة رهيب جدا حلو. راح نستعملها ان شاء الله لشغلات كثيرة. طبعا لها طريقة الكرتونة الفتح، واتمنى انه كمان يعملوا طائرات توصل سرعتها ل 200 و250، بس تكون طبعا دي جي اي. ليش؟ لانه بتكون مصنعه شركه 100% للسرعه. بالضبط. يا سلام كيف. اوه اشي فخم. طبعا هاي النظاره، هاي النظاره هاي بتلتبس بالوجه، تسوق الطائرة بسرعة رهيبة، ممكن توصل سرعتها ل 140. تخيلوا شوفوا كيف شوفوا ثقيلة. بعدين شايفين مع كاميرا شي فخم، كاميرتها بتصور 4K 60 فريم، يعني اشي خيالي، كاميرا ممتازة جدا. طبعا الرموت تبعها، طبعا الايدين هنا، هذول الايدين لها. طبعا لسه بيجيها كمان اضافات تنشرها، ايد زي تاعت سباق السيارات، تتحكم فيها عن طريق ايد بالايد، تنمسك هيك مثل الجير غير عن الريموت. راح ان شاء الله نجيبها قريبا. طبعا هاي البطارية، الشاحن، هان المراوح، طبعا هان مراوح، اربع مراوح ما بيجي، كمان اربع سبير معاها، كمان اربع مراوح سبير.
اثنين أربعة، أربعة انتينات طبعاً، هذا غطاء بدل هذا ولا فوقه بيجي نفك هذا نقدر نركب هذا بداله عشان اللون. النظارة، بالنظارة عشان تركبها على راسك من الجنب من هنا هيك. هذا الكتالوج تبعها، هذا الزم، هذا للشاحن، اشي للنظارة واشي للشاحن، وهذا للكهرباء والانتنات. معقول هذول؟ سمع عكسي. كل ما بتركب الا بالمحل الصحيح الها، لانه بيكون اكيد. نشوف كيف هيك تربطها وبتنطلق بسرعة رهيبة وكأنك بتسوق طائرة حقيقية. طبعا ان شاء الله رح ننطلق اول تجربة فيها سباق بالجيب وابراهيم بالطائرة، نشوف كيف السرعة. طبعا هذا كمان سلك مش عارف ليش بس ببين معنا. طبعا هين بيعطوك وين تركب المروحة. ايوه بالشكل هذا هيك ركبت كبس، وثلاث المروحة ثلاث شفرات مش شفرتين. ركبنا المراوح عكس بعض، لازم يجوا هيك الطريقة اعتقد، لانه كلهم بيركبوا زي بعض شي مرتب. الكاميرا فخمة فخمة على الآخر.